عمته لا تقول زوجها لا يصلي وهو لا يقبلها، يعني لا يصلي ولا وهي تنصحه ولا يقبل منها نصيحه. يعني ما شاء الله خيره وتنصحه وهو امرها بترك النصيحه ويعاملها يعني ويتقول قل حسن والله تعالى على اعلم. لكن هو لا يصلي، معضله كبيره عدم الصلاه، ما ادري كيف مسلم ولا يدري حجم ما هو فيه من خطوره عندما لا يصلي. الصلاه هي عمود الدين، الصلاه هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين. الله جل وعلا امتلأ القران باسره امر بالصلاه، اقم الصلاه لذكري، اقم الصلاه وآت الزكاه. ولذلك النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فلا بد ان يصلي، ولا بد ان تعاوديه من اجل ان يصلي للبقاء معه يعني، وتبيني له ان الصلاه هي عماد الدين. واذا اردت ان تنكر لا تنكر عليه انكار متتابع، لابد تجعل فينه بعد الفينه حتى لا يمل هو. ونسال الله ان يرده اليه ردا جميلا وان يحفظه لك. لكن كما قلت لك لازم الصلاه، فان استمر على عدم الصلاه فالمساله في البقاء فيها نظر كبير.